بجدد مع حضراتكم التحية، ورجعنا تاني للبيت الكبير. وفقرتنا الفقرة التانية بتضم اتنين ضيوف من العيار التقيل، اتنين ضيوف عندهم خبرة كبيرة جدا جدا في مجال الإعلام الرياضي والنقد الرياضي. مشرفنا النهاردة ومنورنا في البيت الكبير أستاذ جمال الزهيري الناقد الكبير الرياضي في مجلة الأخبار. أهلا بيك. أهلا بيك كابتن هاني. أهلا أستاذ سلام. محمد الأوزي أهلا بيك منورنا. طبعا الناقد الكبير الأهرام في مجلة الأهرام أو جريدة الأهرام، برحب بيكم. اهلا بيك. اهلا بيكم في البيت الكبير في بيت النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن هادي وهاني، ويعني سعدان احنا موجودين مع حضرتك، وسعدان احنا موجودين في النادي الاهلي، وطبعا شرف لينا نكون موجود مع واحد من اساتذه. ربنا يخليك. من جيل العمالقه استاذنا الاستاذ جمال الزهيري، مبارك للنادي الاهلي ولجماهيره وهذا الصرح الاعلامي الكبير الحقيقه، منصه اعلاميه كبيره جدا للنادي الاهلي، يعني جهد كبير اتبذل وباين، وردود افعال كبيره باينه، يا رب ان شاء الله تستمر بهذا التالق وهذا التميز يعني ان شاء الله. طبعا الف مبروك على الافتتاح الرائع والتطوير اللي احنا شفناه. انا بيني وبينك من اول ما بدا الكلام عن تطوير قناه الاهلي كنت منتظر بقى اشوف الاجواء ازاي، فمع يوم الافتتاح انا حسيت انه في جهد كبير مبذول الحقيقه كابتن هاني، ويعني باين وده لخدمة الناس، وبعين التوجه نفسه. يمكن أول كلمة قالها كابتن مصطفى عبده عن اللي هي بتقول برضو سياستي إيه أو سياسة القناة إيه، كان فيها كلها احترام، مفيش أي اتجاه لأنه لا لا لا. هنهاجم حد ولا لا بالعكس. هنتعرض لحد بشيء سيء، وهو ده اللي احنا بقى بنتكلم عليه. يعني احنا عاوزين نسهل مهمة لجنة الضبط ضبط الأداء الإعلامي بصراحة، يعني احنا هيبقى لنا دور إن شاء الله، وده يعني دورنا يا أستاذ جمال كمان. طبعا أستاذ محمد طبعا. احنا كمان من أول ما جينا هنا في قناة النادي الأهلي واحنا قلنا عايزين نقدم إعلام محترم بالظبط. حضراتكم عارفين وكنتوا شايفين يمكن طبعا. الإعلام الرياضي كان عليه علامة استفهام كبير طبعا. جدا طبعا. فاحنا إن شاء الله بنوعدكم وبنوعد السادة المشاهدين في البيت الكبير في قناة النادي الأهلي إن شاء الله. عايزين نقدم إعلام يحترم الناس كلها، يحترم اللي بيسمع. بقول للأوصي لصديقي العزيز انه برضو كان ليا تجارب معاه هنا في قناه الاهلي، انا بقول انه طول عمر قناه الاهلي ملتزمه بالخط الاساسي اللي هو يعني ايه اعلام، من غير بقى تسفيه لاراء ناس ثانيه. لا خالص تقريبا يعني من ساعه لحظه ميلاد القناه يا كابتن هاني من 6 اغسطس 2008 وقناه النادي الاهلي واخده خط واضح وصريح بالزبط. الادب، القيمه، الاحترام، بحترم المنافسين، بحترم المنافس الاخر، ما بغلطش في حد، ماشي مركز مع فرقتي فقط، ولو في حد تاني محتاج ان يكون ليه صوت من خلالها بادب واحترام موجود، عمرها ما تطولت على حد وعمرها ما عتت على حد، ولو في واقع حد يسجلها يعني تاريخ النادي الاهلي كله بيشهد بذلك يعني. والله ومن زمان قوي يا كابتن هاني مجله النادي الاهلي انا اشتغلت فيها من 81 82، بداية شغلي في الأخبار يا أستاذ محمد كانت مع مجلة الأهلي، يعني شغلي في الأخبار وشغلي في مجلة الأهلي، كنت وصلت في أواخر التسعينات كنت مدير تحرير المجلة. بس كان معانا بقى أستاذ الأساتذة أستاذ عبد المجيد نعمان طبعا، فالحقيقة برضو الله يرحمه طبعا علامة. شوف أنا عايز أقول لحضرتك أنه من إمتى التوجه حلو، توجه نظيف، يعني كان بيقول لنا على طول إحنا ملناش دعوة بالأندية المنافسة، خلينا نتكلم على وده الاتجاه، واول ما جينا اشتغلنا هنا هو ده اتجاهنا وهو ده هدفنا ان شاء الله ان احنا نقدم اعلام محترم. عندنا ملف مهم جدا، ملف عوده تغيير المدربين، انتوا عارفين تغيير المدربين كتير عندنا في الدوري المصري. قبل ما اتكلم مع حضراتكم في الملف دوت تعال نشوف تقرير بيتكلم عن تغيير المدربين في الدوري المصري ونرجع نكمل الحوار. رجعنا مع حضراتكم بعد التقرير، وهبدا معاك يا استاذ جمال. اتفضل استاذ جمال. زي ما شفنا في التقرير تغيير المدربين في الدوري بقى بشكل اعتقد في السنوات الاخيره خد شكل غير تقليدي، انت شايفه ازاي؟ والله انا شايفه انه ادارات الانديه بتلقي بكل المسؤوليه على المدربين، يعني ما هو انت قبل ما تحاسب المدرب اولا توفر له عناصر كتيره جدا عشان يشتغل على اساسها، يعني ما تديلوش فريق غير مجهز اصلا، فريق مفيش امكانيات، فريق مفيهوش لعيبه، انت مش محدد له طموحات معينه. يعني اغلب فرق الدوري يا كابتن هاني بتشتغل على اساس ان هي بالبركه مع كل الاحترام، مفيش لونج بلان، يعني مفيش خطه طويله الاجل، مفيش هدف،
يعني مثلا انت لما تيجي في الأندية الكبرى وفي مقدمتهم النادي الأهلي بيبقى معروف انه انت بتحدد للمدير الفني الهدف الأساسي ان هو ياخد الدوري، فبيلعب على بطولة ان هو عشان يشارك في دوري أبطال أفريقيا، ان هو عنده كاس عالم الأندية، يعني انت عامل له طموح كبير جدا وماشى من الطموح كبيرة قوي، فهو بيشتغل على الأساس ده وانت بتوفر له كل الإمكانيات. في أندية بتتعاقد مع مدربين مع على غير أساس سليم، يعني ما فيش اللي هو الأساس السليم للاختيار. يعني أنا هدي مثال بفايلر مثلا، مع بداية التعاقد معاه يمكن كان أيامها موجود الدكتور طه إسماعيل هو في لجنة التخطيط، كان هو في لجنة التخطيط وكان مسؤول الأول عنها وعدد من برضو الزملاء اللي موجودين. فأنا واحد من الناس تخضيت قوي، معلش، وانا برضو مهما كنت ليه خبرة في الإعلام مش هفتي في الكورة زي الدكتور طه، ما أقدرش طبعا. يعني حبقى بغلط نفسي يعني. فأنا يوميها سمعت العوامل اللي تم على أساس اختيار فايلر، رغم ان هو مثلا ما عندوش بطولات كتير، ما عندوش كذا كذا كذا، من ضمن الجمل اللي عجبتني جدا او اللي فاجئتني ايامها ان هو عنده طموح، ان هو المدرب نفسه عنده نفسه عنده طموح. فطب انا قلت يا ربي طموح دي حقيسها ازاي؟ بس اكيد حد زي الدكتور طه واعضاء اللجنه هيبقوا فاهمين هم بيقولوا ايه. بالفعل مع الوقت اثبت فايلر ان هو فعلا عنده طموح وان هو عنده فكر ان هو عاوز يعمل فرقه، بالاضافه الى انه هو مش عاوز يخسر، يعني عاوز يخسر وفي نفس الوقت بيبني فرقه وبيعدل له آراء فنية. يعني حضرتك شايف ان اول اسباب تغيير المدربين في الدوري المصري عدم الاختيار السليم، عدم الاختيار السليم من مجالس الاداره بالظبط، وعدم تحديد الهدف من هذا التعاقد مع هذا المدرب يعني. طيب استاذ محمد، تمام، يعني لو بصينا لجدول الدوري يا كابتن هنتاكد من الكلام اللي قاله الاستاذ جمال، يعني عندنا 18 فريق في الدوري الممتاز، منهم 14 فريق قاموا بتغيير الاجهزه الفنيه بتاعتهم، ومن ضمن ال 14 دول في ناس غيرت 3 اجهزه فنيه، يعني مثلا في 4 فرق غيروا 3 اجهزه فنيه زي مثلا المقصه، طلاع الجيش، الاسماعيلي، الجونه، دول غيروا، في ناس غيرت مرتين، في ناس غيرت مره. لو بصيت للفرق اللي هي ما غيرتش زي النادي الاهلي متصدر المركز الاول، المقاولين وراه في المركز الثاني، الانتاج الحربي موجود برضو في مركز جيد ومميز، الاتحاد السكندري في مركز خامس عامل نتائج طيبه مع كابتن طلعت يوسف. فاختيار المدرب طبقا لاسس وقواعد وشروط معينه، يعني ما تختارش مدرب مجامله، ما تختارش مدرب بالواسطه، ما تختارش المدرب عشان قريب منك او عشان حد مصير، ما تختارش المدرب عشان مجرد اسم موجود في السوق، وكمان مش مجرد وكيل مجرد وكيل وسمسار بيقعد يعمله ويزن على الناس مهم. يعني ده بالزبط. فتختار المدرب بتاعك طبقا لمقاييس ومواصفات معينه، زي ما انت بتختار اللاعب بتاعك طبقا لمقاييس معينه، وحتى اختيار اللاعب عندنا في مصر بتفتقد لمقاييس، واعتقد دي ممكن تناقش بعدين يعني. بس دايما بتبقى في ارقام للمدرب وفي تجارب للمدرب وفي خبرات للمدرب، في سيف المدرب يقدر يقدمه لك بشكل جيد، زي ما قال عنده طموح، عنده فكرة، عنده رؤية، عنده اختيار، بغض النظر عن اسمه، إذا ده كان موجود أعتقد أنه يقدر يحقق الأهداف. شفنا ده في النادي الأهلي اتحقق بشكل كبير جدا لأنه تم اختيار. شفنا ده في إنتاج الحربي مع كابتن مختار، حتى هم جددوا له سنه قادمه لانه شايفين الراجل بيشتغل صح وبيؤدي بشكل كويس. مختار من اطول المدربين اللي قاعدين ما شاء الله يعني في الانتاج الحربي، استقرار في الانتاج الحربي بتاعك، الفرقه مستقره دايما، مستقره يعني في الدوري يعني، عنده اسلوب، ما بتلاقيش الانتاج بيعاني. شوف المقاولين اختار عماد سليمان طبق الاسم معينه، كابتن عماد سليمان عامل نتائج هايله مقارنه بفرق كبيره جدا موجوده في الدوري يعني. كابتن عماد النحاس برضو، عماد سليمان من احد انديه النادي الاسماعيلي، ومعانا على التليفون اسطوره طبعا من اساطير نادي الاسماعيلي طبعا كابتن عماد النحاس طبعا في المقاولين طبعا. لا طب استاذن حضرتك كمان زي ما بقول لحضرتك، معانا كمان واحد من اللعيبه المميزين جدا جدا في الستينات والسبعينات واسطوره نادي الاسماعيلي، وراجل اشتغل الحته اللي حضرتك بتتكلم عليها كمدرب وكمان كاستشاري لاحد الانديه في مجال طبعا التدريب، كابتن علي ابو جريشه. مساء الخير يا كابتن طبعاً علي طبعاً. منورنا ومنور البيت الكبير، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا كابتن هاني، كل سنه وانت طيب حبيبي، وحشنا يا كابتن. ربنا يخليك يا معلم، منورنا يا كابتن علي. كابتن علي طبعا بنتكلم في ملف مهم جدا، وحضرتك برضو ناخد رأيك في ملف
تغيير المدربين بشكل مبالغ فيه في الدوري المصري خاصة في السنوات الأخيرة، حضرتك شايفه إزاي؟ والله تغيير المدربين عندنا ضرب أرقام قياسية. صحيح. وعايز أقول يعني إنه البداية ممكن يعني ممكن تبقى اختيار خاطئ من الأول. لكن أنا عايز ألفت نظر حضراتكم الحاجة إنه خلي بالك الأندية اللي بتنافس وبنتكلم عليها دي فيها استقرار. وأنا ما جيبش مدرب كويس ويجي يلاقي كم من مشاكل ويجي يلاقي اللعيبة مثلا ما بتاخدش حقوقها ويجي يلاقي كده، فتبص تلاقي دخل في حزبة تانية يعني بعدته تماما عن عمله وعن شغله. يعني إذا أنت لازم توفر له كمان، أنت مش كله ترمي على المدرب وبعدين تقول لي المدرب وعايز تحاسبه وانت اصلا ما يعني ما وفرتلوش الاستقرار او وفرت له الامكانيات او القدرات او اللعيبه اللي ممكن يكون هو طالبها. ودي عمليه مهمه جدا ان انا يجي ما يجيش مدرب على لعيبه هو ما اختارهمش وتبقى مشكله، لانه بيبقى مش مقتنع بلعيبه ومقتنع بلعيبه. لكن انت كنادي كمان لازم تعمل اللي عليك، لازم توفر له كل الامكانيات الكويسه، كل اللعيبه تاخد حقوقها في ميعادها، ما يبقاش جوه مشاكل اداريه، ما يبقاش معاه ناس مش كفء قوي في العمليه التدريبيه. لازم المدرب اللي يجي والراجل على مستوى مثلا يبقى جنبه حد كمان يقدر يفهمه، يقدر يعني يتواصل معاه. لا في حاجات كتيره كابتن هاني، وانت راجل مدرب كبير وعارف ان الامور دي كلها برضو خفيه على الناس. هو مجرد ما بيلعب ويخسر ماتش واتنين يبتدي يفكر، يقول لك اول حاجه يقول لك جددنا الثقه وبعدين اللي بعدها على طول اتشال. فالعمليه لا، العمليه لازم ما نظلمش المدرب، لان برضو معظم الادارات عندنا يعني او يعني اللعيبه بيبقى ليهم يعني سطوه شويه في بعض الانديه في حتت، فبص تلاقي المدرب مثلا ممكن الاداره ما تساعدوش في انه يبقى يطبق حاجات معينه سيستم في عمليه الضبط والربط والحاجات دي. لا، الانديه بتفضل اللعيبه ساعات كتير عن المدرب. لا طبعا، انا هاخد من حضرتك برضو وهقول سؤال لحضراتكم كلكم وتجاوبوني عليه. في اعتقادي الشخصي ان كمان لما بيتم اختيار مدرب اعتقد ما فيش بيقعد مع مجلس اداره النادي، فبيبدا يتكلم كل مجلس اداره النادي ويقول له والله احنا عايزين نبقى في المربع الذهبي. طيب هل امكانيات النادي تسمح انك تكون موجود في المربع الذهبي في الوقت ده؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان مفيش لونج تيرم بلان، يعني مفيش خطه طموحه لمده 3 4 سنين. يبقى المدرب عارف بالظبط ان انا بعمل مشروع للنادي وان انا شغال 3 سنين مهما كانت الامور فيها اختلاف، لكن بيكون في اتفاق من الاول ما بين المدرب ومجلس اداره الانديه ان انا الهدف كذا، ولو اتفقوا على هدف يبقى خلاص تحاسب هذا المدرب بناء على وصوله للهدف او عدم وصوله للهدف، ونتناقش فيها يا كابتن علي. ومعانا ضيوفنا، انتوا رايكم في كابتن علي؟ كابتن علي على التليفون. كابتن علي الكلام اظن ده بيحصل يعني؟ طبعا ده الكلام ده ما بيحصلش، هو الكلام ده ما بيحصلش عندنا. وبعدين انت ممكن تقول له انا والله عايز ابقى كذا، طب هل انت وفرت له الحاجات دي؟ يعني هل وفرت له الامكانيات او القدرات؟ لان برضو كابتن هاني عايز اقول حاجه، انه المدرب بينجح بلعيبته، انما طبعًا. يعني احاول اضرب لك مثلا احنا في الستينات كان مدربنا والاستاذ جمال يفتكر مستر تومسون. مستر تومسون ده في الستينات وخدنا دوري 67 وكل حاجه. لكن برضو جاء بعدها بفتره كان الفرقه تقريبا اتفرجت شويه وكده، كنا مهددين. هو نفس المدرب ونفس الحكايه حصلت مع المقاولين مع مايكل ايفرت. وتاكيدا على كده برضو يا كابتن علي، مثلا راينارد سوبل درب في مصر الاهلي وانديه اخرى. مظبوط. ايه اداؤه مع الاهلي وايه اداؤه مع الانديه الاخرى؟ ما انت ممكن تلاقي جدا مدرب يعني ناجح في فريق يروح فريق ما يحققش حاجه. ده يؤكد ان هي امكانيات واداره وطموح. ما في، معلش احنا برضو لازم نبقى واقعيين. الانديه المصريه كام نادي بيلعب على البطوله؟ كام واحد؟
اثنين يعني نادي احنا دخلنا برضو دي دخلنا في قدرات يا استاذ جمال. ايوه كابتن احنا بنقول بس من لا هو بيتكلم كمان على ان هو زي ما بقول لك هو طبعا فرق ما بين انديه بتلعب على بطوله وانديه كمان بتنافس بشكل مباشر. تغيير المدربين زي ما الكابتن علي بيقول انت لازم تحدد الهدف وتحدد امكانيات وطموحات المدرب. مثال يا كابتن هاني كابتن محسن صالح لما عمل الجيل بتاع الاسماعيلي اللي خد بيه الدوري كان بيلعب على انه ياخد البطوله وكان كل الامكانيات ايامها مسخره داخل نادي الاسماعيلي انه يبقى. ما انا بشوف الاسماعيلي على مدار كل 15 20 سنه بيبقى فيه المقومات يا كابتن علي اللي هي بتكسبه صح اربع مرات واخد البطوله. خلي كابتن اتفضل كابتن علي علق عشان هو دخل في منطقه الاسماعيلي ما حدش هيقدر يتكلم غير حضرتك. انا قلت له لا يبقى انت الاسماعيلي كان فيه ساعتها منتخب مصر. ايوه الاداره وفرت له منتخب مصر كان بركات وكان الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض ومحمد حمص ومحمد صلاح ابو جريشه وخالد بيبو. ده تاكيد لكلامك يا كابتن. واوتاكا وحارس مرمى دولي بتاع المغرب يعني مش عايز اقول ده كان الاسماعيلي كان بيلعب فيه سنتها منتخب مصر. صح الاداره وفرت هذا النهارده. معلش مع كل التقدير برضه في الاداره عندنا بتبيع احسن اللعيبه اللي عندك فانت هتخش في ايه هتنافس في ايه. انت وقت الكابتن محسن كان عنده لعيبه بالاحتياط وده اللي انا باكد عليه واحمد نسيه احمد فتحي على محمد واللي كان الناشئين الصغيرين احمد فتحي ومحمد محسن ابو جريشه ومحمد صبحي ومحمد عبد الله. مظبوط ده كمان ده كانوا يعني كانوا لسه اللي جايين. لكن الاسماعيلي كان في فرقه تقريبا منتخب مصر قوتها رهيبه. طب عايز اسال كابتن علي يعني بمناسبه الاسماعيلي كان نموذج في القضيه اللي احنا بنناقشها دلوقتي يا كابتن علي. الاسماعيلي من اكثر الانديه في مصر تغييرا للمدربين في اخر سنه ونص. 8 مدربين من اول بيدرو بارني لغايه دودي جوميز لغايه دلوقتي 8 مدربين يا كابتن. ايه السبب في ده؟ ما هو الاسماعيلي ده نموذج مظبوط. هل عدم استقرار اداري سوء اختيار سوء لعيبه يعني زي ما حضرتك كيف تكيف الاسماعيلي؟ هو الاسماعيلي ده هيجاوب لنا على القضيه اللي احنا بنتناقش فيها دلوقتي. هي انا بقول لحضرتك دلوقتي النهارده لو انت عندك استقرار فني موجود دي هتريح المدرب. دي هتخلي المدرب يبقى عمله اسهل وبكثير لانه برضو احنا ساعات بقى بندي للمدرب اكثر مما يعني من النسب اللي المفروض يعني المعروف بنحمله كمان يا كابتن علي لانك انت ممكن جدا تتعاقد مع مدرب ويجي المدرب انت كرئيس مجلس اداره النادي او بتتفق والله احنا عايزين نلعب في المربع الذهبي او عايزين ننافس. بيجي يبص المدرب طيب علشان اعمل القصه ديت واوصل للهدف ده لازم يكون عندي امكانيات فنيه وامكانيات ماديه عشان اعمل الكلام ده. لو هو شاف ان الامكانيات الفنيه مش هتساعده انه يوصل للهدف ده كان طبيعي جدا من اول ما يقعد يقول لهم انا مش هقدر انفذ ده. لكن ساعات الوعود لا هنجيب لك طب احنا هندعم ويبدا أو هو المدرب يمشي الامور عشان يقول لك هشتغل هشتغل. فبنوصل لنقطه ان فعلا بعد 3 4 اسابيع او 4 5 شهور نقدر نقول ان ولا بيقدر يوصل للهدف والنتيجه انك بتغير جهاز فني بالكامل. في كابتن هاني حاله كمان موجوده اللي انتوا اشار ليها الاستاذ محمد القوسي كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف من اقدم مدربي الدوري صحيح وله تجارب كثيره اغلبها مش مكتمل. انا شايفه السنه دي يا استاذ محمد اللي كل الامكانيات متوفره له. استاذ محمد مصلحي برضو الاداره اللي هو رئيس النادي موفر له امكانيات. يعني احنا رحنا زورناهم في الرابطة مع الاستاذ حسن خلف الله طبعا. رحنا زيارة فعلا تحس برضو وكان ده قبل بداية الدوري تحس لا في حاجة مختلفة. طب ما هي الامكانيات يعني اللي توفر مع مدرب جيد اعتقد هذا تحقق نتائج يعني كويس. الاتفاق يعني على من الجميع ان الادارة مهمة جدا طبعاً. والإدارة هي السبب في تغيير المدربين بشكل كبير جدا في الدوري المصري لأنها هي الفقرة الرئيسية والحلقة الرئيسية بين كل الحلقات اللي موجودة. طب هاخد كمان كابتن علي حضرتك لسه موجود معانا معاك يا كابتن. طيب نقطة كمان مهمة كابتن علي أنا شايف من وجهة نظر إنها ليها دور كبير موضوع الإيجنت
مواضيع الوكلاء يعني. اعتقد برضو الوكلاء بتلعب دور كبير جدا طبعا. هم اللي مش انا والله كنت لسه داخل عليه النهارده بيجي يعتمدوا في الاداره على الوكيل ده جايب ويقول لك ده خذا والوكلاء ساعات بيبقى ليهم اسلوب ساحر يخلي لك اللعيب العادي ده او المدرب العادي ده ان هو راجل مكسر الدنيا يعني ما شاء الله شاطرين قوي يعني شاطر في التسويق لكن ودي مهنته شغلته لكن طبعا لو اعتمدت على كده كاداره ما ينفعش يعني انت لازم تبقى عارف التاريخ بتاع المدرب ده درب فين اشتغل فين نتائجه ايه في حاجه اسمها سي في طبعا سي في المدرب عندك اداره فنيه هي اللي تقبل هي اللي توافق على مدرب او ترفض مدرب ده صحيح يعني انت كاداره فنيه يعني ممكن لجنه كوره او اداره فنيه متخصصه هي اللي بتقول كلام الوكيل ده صح ولا بيبيع كلام يعني بالظبط احنا عندنا وكلاء منتشرين في كل حي في كل يعني حي في كل حي هتلاقي وكيل موجود انا صح. وكيل اللاعب فلان انا وكيل المدرب كده حتى العمليه مش باينه مين يعني المفروض يبقى فيه لايسنس للناس اللي هم وكابتن هاني عارف الكلام ده راجل لاعب في اوروبا وعارف ان لازم يعني معاه اللايسنس ومع كده الرخصه ان هو يبقى ده فعلا وكيل لعيبه معتمد وكده في ناس من الباطن بتشتغل مش يعني مش كده يعني لان انا بعرف الوكلاء بيعملوا حاجات غريبه جدا يعني لا طبعا موضوع لعيبه ومع هنا ومع هنا موضوع الايجنت دوت موضوع كبير واحنا يمكن هنا في الكابتن علي اتفضل كابتن علي ابو جريشه الاسم الكبير وخبره ما حدش يقدر يناقشها طبعا يعني. في فتره معينه كان هو موجود في وادي دجله وتم الاعتماد عليه لبناء من افضل فتراته لبناء طبعا قاعده كرويه في وادي دجله ده حقيقي نعم حضرتك فين بقى من الاسماعيلي سؤال مباشر وصريح لا مفيش مشاكل انا موجود طول عمري حتى وانا في دجله يعني كان بيبقى في استشاره كان بيبقى لا احنا عايزين بشكل رسمي لا رسمي. احنا يعني ما اعرفش انا مش يعني ما مش على اتفاق مع الناس اللي موجوده حاليا وبكل صراحه يعني وانا مش عايز ادخل الاسماعيلي في متاهات يعني مش عايزين يبقى فيه مشاكل انا ما بحبش المشاكل اصلا هو الاسماعيلي في متاهات فعلا ده في متاهات احنا عاوزينك تبقى هي بتبقى الامور طبعا اعتقد ان الكابتن علي من الناس اللي بتحب تشتغل في ظروف هاديه جدا ولازم الناس اللي بتشتغل او هيشتغل معاها يكون على توافق هو بيوجد العمل يعني ما بيوجدش بقى الحاجات الاخرى يعني. لو انا شفت كمان شغله في وادي دجله على اعلى مستوى وانا كان ليا الشرف ان انا كنت كمان موجود مدرب في وادي دجله والكابتن علي كان كابتن هاني كابتن هاني كنا معانا يعني مجموعه وادي دجله الاساسيه كانت في بلجيكا والكابتن هاني كان موجود الحقيقه انا برضو ووصلنا لسه بيوصل وادي دجله لنهائي كاس مصر ده اول مره الفتره دي في تاريخ النادي كان على ايد هاني رمزي الحقيقه ولعبه في افريقيا عن طريق واحنا معانا تقريبا لعيبه معظم اللعيبه الاساسيه كانت موجوده وقتها في بلجيكا فالحقيقه برضو يعني مع ناشئين لعبوا مع بعض العناصر الخبره استعنا بيهم كان الكابتن ابو العيلة وكان يعني بعض العناصر الممتازه اللي عندها خبره مع الولاد الصغيرين كابتن هاني عرف يتعامل معاهم وكان مهدي جمال مساعد الكابتن هاني والعمليه مشت لدرجه ان احنا في كاس مصر مطلعين انبي ومطلعين المقاولين ومطلعين الاسماعيلي تخيل بال كده وتوصل نهائي كاس مصر مع الزمالك فالحقيقه ده نتيجه طبعا لكمان تخطيط يا كابتن علي لان بقول لك الاجواء يعني راجل عارف شغله وكان انسجام وانا كنت بتدخل في شغله برضو لانه لازم 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 يبقى كل واحد عارف الحته بتاعته وعارف يشتغل في ايه ده شغل احتراف ما يبقاش مثلا بياكل وبيبص في الطبق اللي جنبه لا طبعا ايوه صح انا كنت سعيد بالتعامل معاك يا كابتن علي طبعا كان شرف ليا فعلا والله كابتن هاني صحيح يعني اتشرفتنا ونورتنا اتمنى انك تكمل في دجله صحيح يعني وياما قلت يعني الراجل ده بالناس اللي ممتازه وبصراحه يعني ما اعرفش يعني ملوش حظ ظهر في مصر ولا لا ان شاء الله خير لا ان شاء الله خير لا من الناس النموذج الناجح اللي يقدر يتعامل وبيشتغل وفاهم شغله وبيحب شغله ربنا يخليك كابتن علي بنشكرك شكرا جزيلا بصراحه مش بقوله كده انا لمسته ربنا يخليك كابتن علي والله السؤال جه على بالي كابتن علي مش ربنا معدي يعني شكرا لك يا كابتن علي وعلى ان شاء الله يعني وعد من حضرتك تكون مشرفنا هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي ونتناقش في كل قضايا لان قضايا الكوره كتيره جدا وحضرتك قيمه كبيره جدا ان شاء الله تكون موجود معنا في البيت الكبير بنشكرك شكرا جزيلا
نرجع بقى لقضيتنا يعني هو الاساس في واضح الموضوع الاداره واضح. هي العنصر الاساسي في الموضوع ان هي بتختار مدرب بشكل جيد وتوفر له قدرات ماديه وقدرات فنيه وقدرات اداريه واجواء يقدر يشتغل فيها بشكل كويس زي ما قلت يا كابتن هاني انك ممكن تروح تشتغل في مكان وتفاجئ ان اللي انت عايزه ما عندكش الادوات ما عندكش الجنود اللي انت تقدر تحارب بيهم والاسلحه بتاعتك ما تقدرش تشتغل بيها طبيعي. عايز لعيبه مهاجمين مميزين طبيعي. عايز حاجه يعني ممكن يكون مدرب فكر مميز بس مش قادر تنفذ فكرك ما فيش اتساق بينك وبين الفكر وبالعكس ممكن يكون في لاعبين كويسين واختيار مدرب غلط ما قدرش يستغل القدرات اللعيبه اللي موجوده فاختيار مدرب بشكل جيد جدا مع توفير قدرات من قبل اداره واداره جيده تعطي المدرب ثقه وتمنحه فرصه كامله بغض النظر عن النتائج اللي هتحققها الفرصه الكامله يعني انا جايبك تشتغل معايا لمده سنه بعد سنه يعني مش عاجبك يعني تيجي ماتش ما انت ممكن تعمل اول 5-6 ماتشات تبقى الامور مش مظبوطه بالنسبه لك فلو في اداره طايشه على طول هتطيح بيك وتشوه سمعتك كمدرب وتقلل من فرصتك وتقلل من قدراتك وتدمر الفرقه وتدمر الاستقرار فانت ضيعت فتره اعداد وضيعت 5 ماتشات وهيجي مدرب جديد بفكر جديد برؤيه جديده ويلخبط اللعيبه 5 ماتشات تانيين ضايعين كل ده بيأثر على الفرقه وبيأثر على الكوره بشكل عام يعني طبعا هاخد من كلام حضرتك وسؤال الاستاذ جمال انت شايف ان ممكن بعض الادارات بتضحي بالمدرب في سبيل جماهيرها وعلى سبيل انها ما تتحطش في موقف صعب قدام جماهيرها يعني ممكن يقول لك لا انا عليا ضغط جماهيري جدا من الجماهير بتاعتي وانا والله عارف انك مدرب كويس لكن الضغط دوت معلش مش هتبقى موجود معايا هو سؤال له شقين الشق الاول انه في ادارات يعني مش هقول مراهقه ادارات هاويه ممكن تقع في الغلط ده اللي هو اقرب حاجه عنده المدرب هو عايز يريح الاسهل هو مش هيمشي اللعيبه مش هيمشي الفرقه فهو يقول لك المدرب ده يا عم لا اركنه الناس بتشتمني الناس بتنتقدني بس في نقطه تانية برضو الاداره الجيده اللي هي عندها اهداف وعندها مدرب فشل في في مباراه مهمه جدا مصيريه تضيع بطوله احيانا الادارات القويه بتاخد قرار تمشيه برضه مش ارضاء للراي العام يعني على سبيل المثال جت فتره في النادي الاهلي حصل جريدو ومين بيسيرو ومين كمان ثلاث مدربين بس كان ضروري بقى ليه اما مدرب يبقى متوفر له كل الامكانيات واللعيبه كلها موجوده عنده وما يقدرش يعمل حاجه بيهم يبقى هو مش قادر يعمل بيهم حاجة يعني هنا بيكون تدخل الإدارة مهم إن أنا موفر لك كل حاجة لا عشان كده أنا بقول لحضرتك إيه في فرق بين إدارة خفيفة اللي هي من أي هزيمة تمشيك وفي إدارة واعية اللي هي ممكن تمشيك لو أنت ضيعت الفرقة يعني لو المدرب معايا كابتن واصله انا واصله وكمان عايز واصله المعنى اللي هو انا فاهمه جدا في احيانا تدخل الاداره بيبقى مهم جدا لانه يمشي ها لا التوقيت يعني التوقيت احيانا بتبقى مهم انه يمشي ليه اما يكون المدرب شبه فشل وواضح بقى فانت لا تغيره احسن تجيب مدرب تاني انما ان انت تغير عمال على بطال يعني مثلا مدرب لعب مباراة والدوري لسه فيه 36 أسبوع أو 38 أو أي حاجة وتروح أنت ممشيه عشان هو خسر مباراة واحدة في أول الموسم أو تاني حصل أستاذ محمد ده أنت شايف كمان بيأثر بس مش على التشتت ده بيأثر كمان على مستوى اللاعبين نفسه ومستوى الفني والمستوى البدني طبعا لأن كل مدرب بيجي برؤية مختلفة وبفكر مختلف مظبوط كل مدرب ليه طرق لعبه اللي قد تناسب لعبه قد تناسب لعبه كل مدرب ليه اساليبه في التدريب المختلفه عن المدرب التاني فده هتعمل له مسح وغسيل مخ للي حصل قبل كده وتبدا معاه من جديد فده طبعا محتاج وقت على يعني دايما لما تجيب مدرب جديد يقول لك بس اصل هو مش مسؤول عن الماتش ده ولا هو مسؤول عن الماتش ده ولا هو مسؤول عن الماتش ده فانت خسران مثلا 3-4 ماتشات والمدرب الجديد مش مسؤول عن 3-4 ماتشات الدنيا بتبوظ منك يعني فمهم جدا انك انت يكون عندك اختيار صح طبقا لقواعد واسس سليمه
اسس زي ما قال الاستاذ جمال ان يكون عندك لجنه. يعني لو كنت مجلس اداره وما عندكش قدرات فنيه موجوده يعني متخصصه في كره القدم لابد ان تكون عندك لجنه. لذلك النادي الاهلي دايما حريص يكون عنده لجنه الكوره، لجنه التخطيط، تكون ناس بهذا الشكل موجوده عشان تقدر تشوف عندها خبرات. بالظبط عندها خبرات، لازم هم دول اللي يديروا كره القدم، يعني ناس لها قدرات وخبرات في كره القدم عشان تختار طبقا للاسس. حتى اختياراتها للاعيبه بيكون فيها مواصفات معينه وشاف اللاعب ده يقدر يديك ولا ما يديكش، سنه، قدراته، سرعاته، امكانياته، ارقامه، ما يضحكش عليهم. بالظبط يعني مش مجرد اسماء يعني. انت عارف انا مهم جدا انا نفسي في ايه؟ نفسي كده نادي يكون المدرب بتاعه واخد كل البطولات ويجي النادي اللي يقول له شكرا عملت اللي عليك رغم ان هو واخد كل البطولات، احنا عندنا مرحله جديده برؤيه جديده ونجيب مدرب تاني يبدا يشتغل. يعني انا حصلت في البايرن، البايرن كان مدرب على اعلى مستوى هانكس اعتقد، حصل على بطوله الدوري وبطوله الكاس. انت قصدك ان هو يبقى جايب بطولات وعامل كل حاجه هو ده بس الاداره الفنيه انت دورك شايفه انت فعلا عملت اللي عليك، دورك انتهى لكن عندنا رؤيه ثانيه. خبر في بدايه في الانترو اللي هو المدير الرياضي لاستون فيلا مش كده؟ هم بعد معاناه الموسم اللي فات شايفين انه لابد من تغيير الرؤيه. بالظبط برافو عليك. ويمكن ده حصلت مع النادي الاهلي مع لاسارتي لما كان واخد الدوري في النادي الاهلي، شايفين انه شايفين ان الاداء الفني بتاع الاهلي مش رغم ان الاهلي واخد البطوله. صحيح. طبعا بطوله الدوري اللي فوز بيها هي بطوله الدوري، انا من وجهه نظري ان بطوله الدوري هي الاهم وهي البطوله اللي بتعبر عن قوه الفرق ونفسها الطويل وقدرتها العاليه يعني. صحيح. فهو خد لك البطوله الاهم اللي هي بطوله الدوري يعني، لكن الاهلي شايف ان هو ما قدرش يعني يحقق اهدافه، الاداء الفني بتاع الفريق مش على قدر طموحاته، وقال له شكرا جزيلا وكرمه وانتهت القصه. طب اخر سؤال لحضراتكم معلش وقتنا خلص، لكن سؤال مهم جدا، فين دور اتحاد الكوره من الموضوع؟ يعني هل حضراتكم من الطبيعي ان اتحاد الكوره يجي يقول لك المدرب اللي بيدرب في الدوري المصري لا يستطيع ان يدرب نادي اخر في نفس الموسم؟ يعني ما فيش مدرب يقال من نادي اكس بعديها بثلاث ايام الاقيه في نادي زد. فايه رايك في القرار؟ لا مهم طبعا. بص هو اتحاد الكوره طبعا انا مش بتكلم على اللجنه الخماسيه لان دي لجنه مؤقته، انا بتكلم عموما على وجود مجلس اداره اتحاد كوره في اي وقت لمده 4 سنين. اتحاد الكوره ما بيعملش الحاجات اللي تفيد الكوره، هو كل تركيزه في حاجات معينه اللي هي انا هكسب كام نادي واعمل هكسب كام صوت في الجمعيه العموميه. انا بكلم حضرتك بجد بدليل ان في ناس اصبحت مع كل الاحترام ليهم بقى دي مهاره عندهم وموهبه بقى هم خبراء في جمع الاصوات ان هم هيجوا. ده احنا هنجيبكم في الانتخابات اللي لا هنجيبكم يعني. انا بتكلم حضرتك فهي الفكره النقطه دي من يعني ممكن يكون من اختصاص يعني يجي اتحاد الكره يقول لك انا السنه دي يا جماعه عارف بقى المدرب اللي هيخرج من نادي ما يقعد سنه كامله. الاستاذ جمال قال نقطه مهمه جدا. انا هكمل لك النقطه بقى الاخيره واقول عليها برضه. لابد مش احنا بنتكلم على ان في اداره فنيه في النادي؟ طب ما بالك باتحاد الكوره. اتحاد الكوره اللي هو يجب ان يكون عنده اداره فنيه غير مجلس الاداره، المدير الفني يعني. زي ما يبقى عندك رابطه دوري، رابطه لاداره دوري المحترفين دي حاجه طبيعي، يبقى عندك اداره مهمتها عمل الاجراءات الضروريه لان يبقى عندك دوري محترم، يبقى عندك قواعد وقيود في انتقالات المدربين. صحيح. ما يبقاش مثلا 5 مدربين الاقيه سقط امبارح هنا تاني يوم في نادي تاني، سقط هنا راح في رابع يوم، صح ولا غلط؟ تمام. هي دي المشكله. فاتحاد الكوره المفروض ان هو بيدير زي مجلس اداره النادي. مجلس اداره النادي لا يفترض انه مجلس الاداره يبقى فاهم كل حاجه، فبيعمل ايه؟ بيلجا للمتخصصين. صحيح. في كره القدم، في الاعلام، في كذا، في التسويق، مش ده اللي بيجرى؟ تمام. يبقى نفس الشيء بالنسبه لاتحاد الكوره، او من باب اولى اتحاد الكوره يبقى عنده دراسات فنيه. انت عمرك سمعت ان اتحاد الكوره عمل دراسات فنيه؟ لا عايزين نشوفه وان شاء الله هنشوف، لكن بالظبط انا هبني على الكلام اللي قاله الاستاذ جمال ان احد المهام الاساسيه لاتحاد كره القدم اسمه اتحاد كره القدم هو تطوير كره القدم. بس وعشان تطور كره القدم بتطور المدرب، بتطور الحكم، بتطور اللاعب، بتطور كل ادوات المتابعات. يعني مثلا يعني جزئيه بعيده كده عن المدرب، يعني لما كان منتخب مصر بيعاني لعده 7 سنوات من غياب المهاجمين، اتحاد الكره لم يسعى على
الاطلاق ولم يتخذ اي خطوه للبحث عن حل لهذه المشكله. هيبحث عنها في اتحاد الكره في مسابقاته في الناشئين، لازم يجيب مهاجمين، عند عجز مصر فيها عجز في المهاجمين. هل اتحاد الكره اوجد حل لغايه دلوقتي؟ لم يوجد حل لغايه دلوقتي. كذلك المدربين، هل اتحاد الكره يهتم بالمدربين وعنده دورات حقيقيه للمدربين؟ كابتن هاني دورات المدربين فيها مهازل قد تعالى اجيبك تاني استاذ جمال، لان اللي حضرتك بتتكلم فيه ده احنا عاملين له ملف اخر وهنتكلم فيه باستفاضه، لان ده موضوع مهم جدا جدا جدا. انت تعرف الشهادات التدريبيه عندنا للاسف، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، يعني غير مؤهله على الاطلاق وغير معبره عن مستوى المدربين في مصر، حاجات كتيرة جدا ان شاء الله. بص كل الملفات اللي تهم حضرتك وبتهم السادة المشاهدين اللي فعلا احنا من خلاله عايزين نرتقي الى مستوى كرة القدم ونوصل، مش هنوصل للعالمية في يوم وليلة لا، لكن نحط رجلنا على الطريق صحيح ان شاء الله. كانت مناقشة ويعني جميلة جدا جدا، واستفدنا من حضراتكم. الاستاذ جمال زويري طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. استاذ محمد بوسي نورتنا وشرفتنا، وعلى وعد ان شاء الله باللقاء تاني ان شاء الله. سعادة يا فندم بالتواجد معاك، وسعيد على كل المصريين وكل جميل اهل في كل سنة ومصر. كل سنة وانتم طيبين. معانا فاصل دلوقتي وبعد الفاصل استنونا انا وسهام مع ضيف ونجم كبير انتم بتحبوه بعد الفاصل.